يا صديقي، لو اتفرجت على الاهلي فحاول دايما تخلي موضوع العصبيه ده جانبا، لان بسم الله ما شاء الله ما تقعدش تركز في كل حاجه وتقول ايه المنطق اللي بيحصل ده واديني حل منطقي، لان مفيش حاجه عندنا في النادي بقالها سنتين ماشيه بطريقه منطقيه. فبص يا اسطى، نيجي في نهايه الماتش كده ونفرح بالفوز. احمد عبد القادر قعد دكه ازاي لحسين الشحات، وقعد دكه ازاي لبيرسيتاو؟ الله اعلم. افضل لاعب عندك اخر شهرين في الفرقه احمد عبد القادر، مع اول خساره بيقعد دكه احمد عبد القادر، ما تعرفش ازاي عدي. طب 4 3 3 راحت فين يابا؟ اليو ديانج وحمدي فتحي والسوليه؟ لا، اتخلينا عنها وبنلعب 4 2 3 1 عشان ولدنا جافشه مش شايف قدامه في 4 3 3، فنرجعه تاني صنع العاب. يا اخي حاجات بتبقى سهله كده، ما بيعرفش يلعب غير صانع العاب، حطه صانع العاب. هتغير طريقه اللعب، مش لازم تلاقي له مكان في الطريقه عافيه وقهر غصب عن اي حد. النهارده قفشه في 4 2 3 1 هو بيعرف يلعب مركز 10 لا مؤاخذه، هو لعيب مركزه صانع العاب، ما بيعرفش يلعب على الاطراف. فقفشه لما يحطه صانع العاب هيدي اداء كويس. حسين الشحات ناحيه اليمين، كلام على حسين الشحات بيوجع ناس كتير، لان حسين الشحات مش بيقدم كره في الاهلي. حسين الشحات بيقدم شويه ضغط، شويه سكر، حاجات كده بتبعد عن عالم كره القدم. محمد هاني في سؤال محتاج تفهمه، هو اللعيب في الاهلي بيرجع بناء على ايه؟ بناء على تقارير من الدكاتره، ولا بناء على ان المدير الفني عايزه عشان ما فيش غيره؟ ما محمد هاني لما تترد له الاصابه بعد تاني مباراه يبقى احنا بنهرج حرفيا. بس عادي، انا يعني بقول لك المنطق، احنا شايلينه وحاطين مكانه مخده اللي هو بسم الله ما شاء الله. مش بنكسب؟ الحمد لله بنكسب 3-1 النهارده. احمد عبد القادر دكه بقى، غيرنا طريقه اللعب، مش مهم. المهم ايه اللي حصل؟ ان احنا كسبنا. طب محمد عبد المنعم بقى شايف قدامه كويس؟ والله عايز اقول لك يا برونو، محمد عبد المنعم كل مباراه عن مباراه حرفيا بيعمل اكتر. اللي هو محمد عبد المنعم كان جايب شويه ثقه مع منتخب مصر، وبدا ان هو يشارك مع الاهلي، كل شويه الثقه دي عماله تتهز 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 لحد ما وصلت لمرحله ان هو بقى بيعمل اسيستات للفرق المنافسه. اللي هو بسم الله ما شاء الله، الدنيا بالنسبه لنا ماشيه حلوه قوي. طيب الاهلي سجل هدف بيرسيتاو في نهايه الشوط الاول، او بيرسيتاو في الشوط الاول، تيجي عامل ايه يا معلم؟ تيجي مغير بيرسيتاو، ابداع، وطار محمد طار ويجيب حسين الشحات ناحيه الشمال. باشا العظمه التكتيكيه اللي بتحصل في النادي غير طبيعيه، اللي بيحصل ده كتير، بس كتير كتير. ايه اللي حصل؟ اتعادلت، وبعدها ايه اللي حصل؟ نزلنا احمد عبد القادر ليه؟ هو لازم ينزل الملعب، لان الناحيه الثانيه حسين الشحات ما بيعرفش يلعب ناحيه الشمال. شوف ازاي يا اخي، يا سبحان الله. طب نص الملعب اللي باين ان هو فيه خرم بقى، نطلع السوليه؟ لا، احنا هنطلع حمدي فتحي، بس هنطلع حمدي فتحي بعد ما نسجل الهدف الثالث، بعد ما احمد عبد القادر يخش بمهاره فرديه وسط اللعيبه بتاع المريخ وسجل الهدف الثاني. قبلها كان تحرك جميل جدا لمحمد شريف، اللي انا شايف ان هو بيتطور جدا في مركز المهاجم، من عرضيه جميله لعلي معلول لعبها له لورا كعاده علي معلول اخر 3 4 سنين، هو بيلعب عرضيات لورا كتير، اخيرا لقينا حد بيتلعب له عرضيات من اللي كان بيلعبها علي معلول من زمان، وكانت ما بتلاقي لها صاحب. علي معلول لعبها لشريف، شريف حط في المرمى علشان المباراه دي لو الاهلي ما سجلش الهدف الثاني بسرعه الماتش كان هيبوش منك وهيضرب منك، وكان الموضوع ما يعلم بالله ربنا. فالحمد لله رب العالمين، محمد شريف سجل الهدف الثاني من هنا، وعبد القادر سجل الثالث من هنا، وقلنا بقى ننزل اليو ديانج لنص الملعب البايظ من هنا. ده انا نسيت ان انا كان عندي مشكله في نص الملعب. باشا ما نعملش بمنطق، استمتع. الاهلي بيكسب؟ كويس. الاهلي بيقدم اداء سيء؟ لا، الاداء ده انا سايبه في البيت اساسا، اللي هو انت ماشي باربع عجلات، الاربع عجلات ما فيهمش حاجه اسمها اداء، الاربع عجلات عندك انتصار واعذار وانتصار واعذار، بس هم دول اللي موجودين عندي. انما الاداء كويس بقى؟ لا يا باشا، الكلام ده اللي عايز اداء يروح يتفرج عليه في السيرك، انما احنا هنا ما بنقدمش اداء ولا كره جميله، مش بنكسب. ووصلنا للدور القادم، وصلنا للدور القادم بنسبه كبيره. طب خلاص عايز مني اداء؟ لا يا باشا مش مهم الاداء، بس اهم حاجه والنبي الاقي ان في حاجه بتحصل في الفرقه، في حاجه بتحصل في الفرقه، في افكار فنيه، مالناش احنا في الكلام ده. طب خلاص مش بنكسب، يبقى على الله حكايتنا، والاهلي افضل فريق في افريقيا وجاي لك يا قاره، ما فيكيش راجل غيرنا. كلام كتير بقى بالصلاه على النبي، يلا بقى نقول اللي احنا عايزينه. قفشه رجع ملك القاضيه، ممكن الاسطوري قفشه، محمد شريف المخيف المرعب، وتبص على اداء الفريق مجمع مع بعض تلاقي بسم الله مجمع التحرير بتتفرج عليه في الملعب. بس حاجه الناس عايز تسمع كده، يبقى خلاص الاهلي قدم اداء جميل، محمد عبد المنعم بياخد ثقه، ياسر ابراهيم بياخد ثقه، علولو بيقدم ابداع، محمد هاني بيقدم امتاع، كريم فؤاد لما نزل كان مكسر الدنيا وعامل شخاليل وبتاع، ونص الملعب كان فيه شاي بنعناع والحياه لذيذه جدا، والاهلي بيقدم كوره جميله جدا. عايز تسمع كده؟ تمام، اديني قلت لك اهو، اعمل بقى لايك للفيديو لو عجبك، لو ما عجبكش هذا رايك واحترم، وده برضه رايي واحترم.